هذه العملية وتوزيع اللحم على العائلات المعوزة والفقيرة المحتاجة إن شاء الله كمساعدة منا من اللجنة الوطنية للتضامن المكسب ولاية قدرار. نحاول أن نفرح الصائم إن شاء الله، وفي العائلات المعوزة في ليلة القدر هي توجد كثير من العائلات التي لم تتذوق طعم اللحم في شهر طيلة شهر رمضان المبارك. فكرنا احنا كلجنة ولائية للتضامن باش نقوم بشراء جمل، وهذا الجمل المعروف في المنطقة عنا بالحاشي، بتوزيعه على العائلات الفقيرة بمناسبة ليلة القدر. نتمنى إن شاء الله هذا العمل يكون في ميزان حسناتنا. البرنامج كذلك ارتأت الجمعية لتنظيم حملة لجمع تبرعات من المحسنين جزاهم الله خير في وتوزيع مجموعة من القفف. كذلك العملية الثالثة اللي هي اليوم في إطار ذبح يعني جمل من اللحم وتوزيعه على العائلات المعوزة.